دلوقتي بقى نروح لميعاد موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن مواجهه الزمالك امام طلائع الجيش بالدوري النهارده. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا كانت ايه. محمود بيقول صباح الخير والفل عليك يا احمد، صباح الورد والفل عليك يا انجي، نهاركم ابيض بلون تيشرت نادي الزمالك. طبعا المباراه هتكون صعبه شويه، بس اهم حاجه الروح والعزيمه والاصرار وكمان الاداء الرائع والمميز، واتمنى نركز ونحافظ على مستوانا وان شاء الله هنكسب الجيش والدوري الموسم ده. هيكون زملكاوي وفي 100 عقبه زملكاوي وافتخر، ونهاركم زملكاوي ابيض بخطين حمر. شكرا يا محمود. سيمو بيقول صباح الخير والسعاده عليك يا انجي، صباح الخير عليك يا احمد، نهاركم ابيض بخطين حمر. ان شاء الله الفوز يكون من نصيب نادينا العظيم نادي الزمالك، واللعيبه تكون رجاله ويسهلوا الماتش عليهم من بدايه المباراه، ونكسب بنتيجه 2-0 ان شاء الله، واحنا واثقين فيهم وكل الدعم لافضل فريق طبعا زملكاوي والفخر ليا. شكرا يا سيمو. هي دي كانت اجابات جمهورنا على سؤال حلقتنا على السوشيال ميديا.